السلام عليكم. النهارده هنحل السي تي اف الخاصه بالكريبتوغرافي اللي جت في سايبر تيلنت النهارده في الارب ريجن 8/8/2018، وهي الوحيده اللي جت ككريبتوغرافي النهارده. هنحل ازاي؟ هنقرا الكود ونقعد ان احنا نفكر الاول في الطريقه بتاعه الحل، يعني هنمشي مع بعض خطوات التفكير بحيث ان الاستفاده تكون اقصى. يعني مش هقول الحل على طول هو ايه، لا، هنشوف احنا ازاي كنا ممكن نفكر وازاي ممكن ان احنا نحلها، بحيث زي ما قلت ان الاستفاده تكون باقصى درجه ان شاء الله. فطيب يلا نبدا. ده هنا التشالنج، ده الاوتبوت، وده هنا الطريقه اللي احنا بنستخدمها عشان نطلع الاوتبوت ده. اول حاجه بيعمل امبورت لايبريز، بعد كده بيبدا ان هو يقرا الرساله من ملف لاج دوت تكست. طبعا الملف ده مش معانا، والهدف في النهايه ان احنا نقدر نوصل للمسج من الاوتبوت ده. طيب دي طريقه الانكريبشن، تعال نقراها. اول حاجه هو بيتريت على الرساله على طولها، وكل مره بيزود 2. فبتبقى اول خطوه عنده ان هو بياخد بير من اي لاي زائد 2، يعني بياخد حرفين. يعني اول مره هيعمل انكريبت هيعمل على اول حرفين، تاني الاثنين اللي بعدهم يعني 0 و1 كاندكس، بعدها 2 و3 4 و5 وهكذا. اول خطوه بعديها بيجيب القيمه A، وهي قيمه عشوائيه قيمتها من 1 ل 16، يعني ممكن تبقى 5 6 هكذا. وقيمه البي برضه قيمه عشوائيه من 1 ل 16. بعد كده بقى بنبدا ندخل في الخطوات اللي بيسجل فيها الريزلت، اللي هي الريزلت. اول حاجه بيروح جايب قيمة عشوائية من 0 ل 31، يعني برضه ممكن تبقى مثلا 31 19 هكذا. الطول الرقم اللي بيطلع بيكون طول لقيمة عشوائية تانية، يعني لو طلع 19 يبقى أول حاجة هتتحط قيمة عشوائية طولها 19 بايت. بعد كده بيجيب البير اللي احنا جبناه في الأول ويعمل له شا 512. بعد كده بيشيل منه جزء، يعني بيشيل اول عدد حروف A، يعني لو الـ A كانت ب3 هيشيل اول 3 لحد سالب B، يعني لو الـ B ب4 يبقى هيشيل اخر 4. بعد كده بيعمل لهم انفرس، بيشقلبهم، يعني اللي في الاول يبقى في الاخر وفي الاخر يبقى في الاول. بعد كده بيعمل نفس الخطوه ديت، بيجيب قيمه عشوائيه قيمتها من 0 ل 31، بيدخلها في داله عشوائيه، يطلع قيمه عشوائيه طولها بقيمة الرقم اللي هنا، يعني لو ده طلع 15 هيطلع لي قيمة عشوائية طولها 15 بايت، يعني 30 هكس ديسيمال. طيب الطريقة اللي احنا ممكن نحل بيها او نفكر، هنبص تاني نعيد الكلام بتاع الكود عشان نشوف هنفكر ازاي. جاب لي قيمتين عشوائيتين، تمام. اول حاجة هنا قيمة عشوائية طولها كام؟ ممكن يوصل طولها لو بنتكلم في الماكسيمم طولها هيبقى 31 بايت. بعد كده بيعمل هاش، واحنا عارفين ان من مميزات الهاش ان هو ما ينفعش ان احنا نوصل للانفرس بتاعه، ملهوش كي، فعشان نوصل للانفرس فعشان نوصل لاصله. بعد كده قيمه عشوائيه ثانيه طولها برضو ممكن يوصل ل 31 بايت، وده قيمه كبيره ما اقدرش ان انا اعمل عليها بروت فورس مثلا. فمن الشكل اللي انا شايفه كل حاجه ما اقدرش ان انا اعمل لها ريفرس. المنظر ده اول ما اتشاف، يعني اللي جه في بالي ان انا مش هيكون عندي امكانيه ان انا اعمل ريفرس للكلام ده، يعني مش هعرف اكتب فانكشن تانية تاخد الاوتبوت تطلع لي الانبوت. ليه؟ لان الاجزاء اللي بتكلم فيها كلها قيم عشوائيه بتنتج من دوال سكيور في البايثون، ما هياش ده اللي احنا كاتبينها تطلع قيمه عشوائيه. وبعدها بستخدم هاش 512 سكيور، بعدها قيمه عشوائيه تانية، يبقى ما ينفعش ان انا اعمل ريفرس. يبقى ايه اللي بدا يجي في بالي ساعتها؟ ده اللي جه في بالي، وده مش معناه انه صح، ولكن هنعرف ان هو كان الصح، ان انا قلت ان انا هضطر ان انا اعمل بروت فورس. وفعلا كانت الفكره في البروت فورس عن طريق ان احنا نعمل رينبو تيبل الخاص بالهاش. طب ازاي هعمل بروت فورس؟ انا لما اجي اعمل بروت فورس، يعني اعمل بروت فورس على قيمه عشوائيه اتنين ما ينفعش، ما ده اللي لسه قايله من شويه. وهنا اعمل بروت فورس تاني، واعمل بروت فورس على حاجه الاوت بتاعها 512 بت، مش منطقي. بس احنا هنا هنعمل رينبو تيبل. طيب تعالوا كده ناخد بس شويه اناليسز وستاتستكس الارقام اللي موجوده عندنا. انا في كل خطوه بعمل انكريبت لتو كاركترز، صح؟ طيب الموضوع بيكون عباره عن ايه؟ عباره عن قيمه عشوائيه، صح؟ الماكسيمم بتاعها 31 بايت. بعد كده بروح مزود شا 512. بعد كده بعمل قيمه عشوائية تانية الماكسيمم بتاعها 31 بايت، يعني كل حرفين بيتشفروا عن طريق قيمة عشوائية اخرها 31، شو قيمة عشوائية قيمتها 31، يعني كل حرفين الماكسيمم لللينس بتاعهم هيكون ايه؟ 31 زائد
شا 512، شا 512 بتطلع 128. لو بتكلم في الماكسيمم فهفترض ان الاي بصفر والبي طبعا حاجه اكتر حاجه لما البي هتكون يعني بتنقص لي واحد، يبقى بتكلم مثلا في 127، بس احنا هنقول 128 لان مش هي دي النقطه اللي هتعمل لي مشكله. بعد كده 31، الرقم ده يطلع لي كام؟ 31 زائد 31 زائد 128 يعمل 190. ده الماكسيمم لينس، يعني من هنا لحد 190 كماكسيمم، ده كان يمثل انكريبت لحرفين. طب لو بتكلم في المينيمم يبقى انا بقول صفر زائد، هبدا مثلا بان القيمه القصوى 16، يبقى بتكلم من 16 او كمان ده دي هنا الاي بتبدا من الواحد، يعني دي كانت هتبقى 128، كمان ده كانت هتبقى 126، ماشي، يبقى خليها مثلا 126 وهنقول هنا 188، ودي ما كانتش هتفرق معايا قوي يعني. هنا صفر، بعدها الماكسيمم ان انا اقول 128 ناقص 32 يبقى اتكلم في 96 زائد صفر، يعني اقل حاجة ان 96 حرف يمثلوا انكريبت لحرفين. ايه اللي جه في بالي بقى؟ انا قلت طيب دلوقتي انا لما هاجي اعمل شا 512 انا هعمله على بير، على حرفين بس. طب لما اجي ابص مثلا على الاسكي، تعالوا نبص هنا على الاسكي، الاسكي بيبدا من 32 اول حاجه اللي هي السبيس، وبيخلص في 126، يعني عندي 127 ناقص 32، 127 ناقص 32 يساوي 127 ناقص 32 يساوي 95 حرف، يعني 95 حرف ده هو اللي بيمثل عدد احتمالية الحروف في كل جزء. وبما انه هو بير يعني حاجتين، يعني هقول ان عدد الاحتمالات للحرفين دول هي 95 في 95، الكلام ده هيدي كام؟ هيدي 9025، يعني انا عندي 9025 هاش مختلف، دي قيمته صغير، ده ممكن يتعمل عليها بروت فورس، بس هي يعني المشكلة ان انا معرفش الطول، انا معرفش الطول بتاع الاجزاء، يعني انا مش مثلا هقول هاخد كل 128 او 126، لو مثلا بتكلم في شهر 512 هاخد بكل 128 واشوف هم انهي واحد من 925 ينظر انهي حرف كريمبو تيبل واقدر ان انا احله. لا للاسف لا. ليه؟ لان انا ما اعرفش الطول. عشان كده قلت طيب انا ما اعرفش الطول مش مهم، هبدا اخدهم 10 10، هاخد اول 10 واشوف اول 10 دول موجودين في انهي هاش. يعني الهاش طبيعي جوه ال 925 الهاش طوله 128، طب انا هاخد اول 10 كهاش، وانا عارف ان الاوتبوت بتاع الهاش راندوم. على فكره انا ناوي ان شاء الله ان انا اعمل في شويه فيديوهات عن الهاشنج، وهنشوف بقى الانترنال بتاع الشا فاميلي كلها والكريبت اناليسيس، بس قدام كده ان شاء الله. يعني المهم هاخد اول 10، انا عارف ان الشا 1 سكيور، وعارف انه الاوتبوت بتاعه راندوم من غير حتى ما اكون عارف الانترنالز بتاعها، الاوتبوت راندوم. فقلت ان انا هبص على اول 10 اشوف اول 10 دول، طبعا لو عايز تكبر العدد كبره معاك لحد المينيمم اللي هو 96، هاخد اول 10 واشوف هم موجودين كجزء من انهي هاش في 9025، طلعوا مثلا جزء من الهاش رقم 3200، اشوف 3200 كان قدامه انهي حرفين، وهكذا افضل ماشي 10 10 على طول الرساله دي اللي هي طولها كان تقريبا لينث اوف مسج كان عامل 2580، تمام. يعني احنا مثلا لو خدنا هنا كوبي جهاز بيهنج فاتح 100 حاجه، تمام، يعني لو خدنا اللينس بس نتاكد دوت لينس 2580، فانا هاخد 10 10 واشوف كل 10 موجوده في انهي، لو ما لقيتش العشرة موجودين في 9025 يبقى دي تعتبر كانت في الراندم، هنا كانت هنا اهو مش هنا، يبقى مش هحط قدامها اوتبوت خلاص. يوم الاقيها ليها عنصر ليها نظير في الرينبو تيبل اللي هعمله، يبقى اخد الحرفين اللي قدام واكمل. طيب انا بقول هاخد 10، خدت اول 10، تاني خطوه مش باخد العشرة اللي بعدهم، لا بروح متحرك من هنا كده، يعني اروح واخد واحدة واكمل، يعني بشيل الأولى بعدها يعني بفضل أتحرك مرة ورا، يعني هتحرك 2580 مرة، 2580 مرة، وكل مرة بعمل سيرش في 9025 يبقى الكلام ده هيدي كام؟ لو قسمنا على
المليون يدي 23 مليون خطوة، يعني يمكن ان هم يتعملوا، مش هيكونوا معضلة كبيرة قوي. و هم مش هيبقوا 23 او 200 و800 الف وبتاع وكده، فرقم ممكن ان هو يتعمل فعلا، ما هوش كبير. انا مثلا لو عملت لوج للاساس 2 عشان اشوف هي 2 اس كام، لوج للاساس 2 ل 23 مليون هيدي 24. يعني انا لما اعمل لوج اساس 2 للقيمة 23 مليون هيدي كام؟ هيدي 24. ده معناه ان انا كأني بعمل بروت فورس اون 2 اس 4، هي 24 ونص. فدي قيمة ينفع تعمل لحد ما اوصل ل 56، فانا اقدر ان انا اعملها بسهولة شديدة جدا. وانا يعني اعتبر جهازي اصلا ما هوش ما فيهوش فيجا، يعني انا حتى موضوع على السي بي يو بس. فكانت هي دي الفكرة، هبدأ اتحرك 10 10 اشوف، لو لقيتها احط القيمة اللي قدامها. بس طبعا بما اني بقول 10 10، طب ما انا لما هتحرك خطوة واخد واحد زياده، طب ما انا الهاش 96، طب ما انا هلاقيه برضه الهاش، يبقى ساعتها هيبدا ان هو يكرر لي الارقام. فجيت في الكود قلت له لو لقيت الحرفين اللي طلعوا شبه الحرفين اللي قبليه شيلهم، بحيث ان الحروف ما تتكررش. زي ما قلت انا هاخد 10 طلعوا في الهاش، طب لما هتحرك خطوه كمان اعمل شيفت يمين هيبقوا 10 تانيين هيكونوا برضه ممكن يكونوا في نفس قيمه الهاش، فيبدا ان هو يكرر الارقام. فلا، لو لقاهم شبه بعض خلاص يشيلهم. وده هنا الكود. اول حاجه طبعا في البروجرام رحت عامل ايه، بعمل الرينبو تيبل. الكود بالمنظر ده هيتريت من 32 لحد 127 عشان ما ياخدش القيمه 127 اللي هي الديليت، يوصل لحد 126 بس. انا كنت عمال بعدل فيها، انا مره خليته يطبع الهاشز لوحدها، وطبعا بعمل لها ريفيرس. انا في حاجه نسيت اقولها مهمه جدا، ان انا لما عملت الخطوه دي خد بالك ان هو بيعمل ريفيرس للهاش. فلما كنت بطلع الاوتبوت بتاعي 9025 هاش في الرينبو تيبل، كنت لازم اكون عاكسهم، تمام؟ كنت لازم اكون عاكسهم، طلع عشان يعمل سيرش يكونوا معكوسين، لان هو في النهايه بياخد البتاع معكوس، تمام؟ فرحت انا جايب، طبعا هو مثلا عملت الداله بتاعت الريفيرس كاتبينها هنا داله الريفيرس، وبيروح مطلع لي. رحت انا مطلع اوتبوت هنا كانت الهاشز بس، واحدة تانية رحت مطلع فيها الحروف بس، أول واحدة دول اللي هي سبيس سبيس اللي هي 32 32، ودي هنا كانت إيه يعني بيحط لي الهاش وجنبيه القيمة بتاعته، تمام. طيب، فرحت هنا مكون الرينبو تيبل، جيت على الفانكشن بتاعتي قلت له أول حاجة خد لي الهاشات وخد لي الملف التاني اللي كان فيه الحروف بس، هيبدأ إن هو يقراهم. بعد كده هنا بص، انا مش محتاج ديت، انا ما استخدمتهاش، مش محتاجها. هيبدا ان هو ايتري تاخد لي ال 10 10، وطبعا بعمل سب سترينج على 10 ارقام وبزود، طبعا ده فور لوب عاديه. بيبدا يشوف داله كونتينز ديت موجوده اصلا في السي شارب، لو لقاها، وطبعا هنا دي الداله ان هو يشوف لي الفلاج اكبر من واحد. ليه اكبر من واحد؟ عشان ما يديش ايرور، عشان لو انا جيت اقول له شوف لي الاثنين اللي قبليه وانا لسه في اول خطوه هيقول لي خلاص انت كده بتطلع بره اللينز، بتديني سالب 2 ورا. فدي كانت حاجه بس عشان ايه ما يديش ايرور، ولو كده يبدا يزود على الفلاج، وفي النهايه يطلع لي الفلاج ويحطه لي في ملف. لو جينا شغلنا الكود، وانا كده هشوفه، يعني انا مش هعمل عليه ايديت اطلاقا، ده الران تايم بتاعه، وشوف هياخد قد ايه معانا، مش هيكمل اصلا يعني، خلاص هو المفروض يطلع دلوقتي اهو خلص. بس انا ما فيش اي ايديت على الموضوع، هي دي السرعه الطبيعيه. فلاج فايند ذا هاش ان تراش، ده الفلاج بتاع المسابقه ديت يعني. طيب، المستوى يعتبر متوسط فعلا كويس. انا طبعا هو ما جاش غير دي كريبتوغرافي، لو كان في غيرها كنا حليناها، الموضوع بسيط. لو حد عنده مشكله يعني في حته ما قدرش ان هو يفهمها كويس يقول لي، ونعيد ان نحاول ان احنا نحل الموضوع مع بعض كده بسهوله. وانا يعني اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو دوت.